كل ونكسن كسر وذا بربش كان حقا دوني ذا وأكو سوق بنا ربحنا الدبلوماسية ذا إيه دوني ذا تجعل خستا حق تري وحني تكو سوق بدورنا قيمة أود من اللي ترجع إيه دوني ذا لبعض يكون يصدح لبعضنكا أصاب حداي تركيا أي كاليس ركوب بودي وعنا باسك وقلب هاي والضمام بدني يسومالي أكرك عدي باسك أي شوكتي سنة كلا بدك كن يلبي لبعضنكا وحتي جارة وقبضت دوتا قوتها من اللي ترجع إدلك إسلام كسنة كني وحوك بدن إسبدلا ذكر عيل قبل أو برجع ده دوردا والضمام خليش كا يوم معلومات كلا ومهمة شركة الدراسات كأرمية من الطريقة يا صوص عرتي ليس كسن الله عصب إيه قيمة وذا من الطريقة أو تبدأ عالمك سومالي أيه كشيء بس كدون كي كشرتي دور سنة كار وربحين تسن الله إيه شركة كلوبال فاير وعكس الله سنة هي حقت لجهة الكرة تلاك أيه كور كشيء وذا ده من الطريق بق إنترنت كا ولقو قيمة إياه وذا من الطريقة الدنيا إيه شركة دوان وحكوشكتي إن لا لحدن عربات أي عسكرتي نتيجة ذن قد بيسي أي كسب بدكتي تلك أود بدن لعمل الترجع إسبدلك وين أي كم وقت كلمة أو كسرية إليسك من الترجع دوري ذا يدو دوم بدن أي ساميسي هرمركا هلك قارك لنا أي هوس دعان وعلى سوين أي قد جنيد طبعا كدل أي جلي ليسك قدام من الترجع وحوق بدن لبدا كن يلبي لبعتك بركل كسرتك أفرت دل سنة كستقل هجانك ملتاريك دونيدا ويكو هرايان مرايكك روشك إيشينا وحا سنة كان يلبودا كون إستدح لابطانك هوس ودعادي جبان وقشي كالتا سقالهاد يودو سنة كيورو كوچرتي كالتا أفراد باكستان وهري وجري جرتي بوسك سقالهاد إيه كبود دي بوسك يادو كشي بوسك طدباد سيدو كلا وحا حسود مدن إن إنجريسك أو سنة كيورو كوچري كالتا سيدياداد وهاد دسر أسوكعي او غاري كالي تشاناد اسكو سوضا دوبا طوانكا دل ايه غسرهي ملتريغا لبدا كون ايه سدحي لباتانكا واحي نقدين مريككا روشك شينها هندية انجريزكا كوريا دا كونفراد باكستان جبان فرسيسك ايه تليانيغا ترغي او سنيدي لسودا في كوچرتي كالي تسدحي طوناد ايه ساند كان سميسي هرمر كررا ايه دو كشي كالي تكوبية طوناد رايكلي باسكي ترغي او كوچرتي سنادة دورة واه بوسك سدحي طبناد ايه قودة ملتاريجة ايه قوود بادن وعالو ريجي تلكلا او اسلاما اوه اندونوزيا وعاو سود مدن اسبدالة لياب كلا ايه كدعي لبدا كون ايه سدح لباتنكا اسبدالة قودة ملتاريجة ايه عالمكا ايه يوكري ايه تكتاي بوسك شنية طبناد ايه قوحوك بادن قودة ملتاريجة عالمكا تاس او صابو ايو تاي تقالك وين ايه لقاش روشكا يدا يوكرين ايسا سو دافي جرين بوسكا سو دوناد كور دقالكا وعنى يوكرين لمد عايد اسبدالة كد عايد دولي دا تايوان اوغشي بوسكا سدحي لباتاناد اي قودة ملتاريك اي ساند كري او كوحيك تي سعودي عربية انتا وعاد اير دلك عدو تن مدى بلادان اي كد عايسو توركيكا اي حفال تميان اي غريقو وعو غجري اندكيس كني اي قيمين تي قودة ملتاريكا بوسكا سو دوناد تسالعان وضبدا اوغ ملتاريك عالمكا او سومالي اي كوچرتو سندي لسو دافي وحا سومالي اهيد دالك ملتاري اهان اوغا وضير قارد افريكا كوسفو اي ايسلان اي كليه كوسي اي لنا عدولي دا انكستو لبادة دل اي كا وضير سومالي ايسلان اي كوسفو اي كسارو مره سند كري وحا جرد دور ودنو كلي وحوس اوغا دعي وضو دي او سومالي اي كسارو مرتي سدع دل اي كسارو مرتي وضو ملتاريك سومالي سند كري waxay kala ahaayeen mulafo oo ku taala qaarada Yurub, Benin oo ku taala galbeedka Afrika iyo Bhutan oo ku taala koonfurta qaarada Aasiya waxaana Soomaali ay ku jirtay kaalinta 142aad ee liiska qowdaha dunida si ka saate lama dhigi karo in Soomaali ay sameysay horumar maadaama dalalka ay ka hooseysay ay ka sare mareen sanad kale balse waxa la dhigi karaa waxa hoos u dhacay saddex dal ekoos malay Soomaaliya dhinaca kale marka ku soo laabana Turkiga ayaa u taagan inuu yahay dalka ugu xoogga badan marka loo eego ciidan ahaan gobolka uu ku yaalo halka Lubnaan ay tahay dalka ugu leeyta sida lagu sheegay tusbada cududda military ee caalamka
ترقى ايا كرو قادة اواد سعيدان سند كيلا صودا في سيقو لبادرشو كرو قادة اواد ملتري لبادكون يسدح اللباتانكا كاليتو كوبي طنعاد وحي هاي سادا درشاد اوغو سرايسا اي قبل كبارك دحا يو قويك افريكا شبكة تركوبك الدفاع اي غلوبل فاير ايا دب اي اكتاي اواد عيدان اي بقولي افرتان يشون ودان لبادكون يسدح اللباتانك دوني دودان يدو اي غيسا سداد قيبود way ka jiraan tirada ciidamada ilaha dhaqaalaha xaaladaha maaliyadeed saadka juqraafiga iyo qiimeynta bariga dhexe iyo qoyska afrika kaalinta labaad ee bariga dhexe masar ayaa ku jirta kaalinta ugu awooda badan ee carbeed marka loo eego xuduudeeda ciidan iyada darajada 14aad ugu jirta quwada caalamka oo dhan iran ayaa leh ciidanka saddexaad ugu awooda badan gobolka marka loo eego indexiska kaas oo dalka uu ku galay kaalinta 7aad ee caalamka waxa xiiso leh in Israa'il ay timi kaalinta 18aad oo ka hooseysa Iran halka Saudi Arabia ay u taagan tahay dalka ugu awooda badan dalka golaha iskaashiga khaliijka boqortooyada ayaa leh ciidanka labaad ee ugu awooda badan dowladaha carbeed waxana darajada caalamka ay ka joogtaa kaalinta 22aad wadamada qoyga Afrika Algeria ayaa ka muuqata dalka ugu awooda badan marka loo eego awooddeeda ciidan Iraq waxay raacday Algeria oo ah ciidanka todobaad ee ugu awooda badan gobolka bariga dhexe golaha iskaashiga khaliijka Imaaraadka Carabta waa ciidanka labaad ee ugu awooda badan gobolka khaliijka waxay ku jirtaa kaalinta 16aad ee caalamka Morocco ayaa raacday Imaaraadka Carabta iyadoo ku jirta kaalinta 9aad marka loo eego indexkani qiimeynta dunida ay ugu jirtaa kaalinta 61aad ciidamada Suuriya waa ciidanka 10aad ee ugu awooda badan bariga dhexe iyo 64aad ee dunida oo dhan qadar Turkiya iyo Yemen ayaa ku kala jira kaalinta 12aad 21aad iyo 13aad ee heer gobol iyadoo qiimeyntooda caalamka ay yihiin kaalmaha 65aad 73aad iyo 74aad qiimeyntan ayaa lagu sheegay in ciidamada Liibiya iyo Urdun ay ka galeen kaalinta 8aad iyo 81aad siday u kala horeeyaan Lubnaan waxay u taagan tahay dalka ugu daciifsan ee gobolka bariga dhexe iyo qoyga Afrika iyadoo ku jirta kaalinta 112aad taawada si aad u hesho warbixinadani iyo warbixino kale oo ka sii xiiso badan fadlan nagu taageer subscribe-ka iyo like-reynta ee xogahani noole kulantee.